السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم. معكم الأستاذ محمد بكر أحمد، معلم اللغة العربية بمدارس بدر تايجرز الخاصة. اليوم سوف نأخذ درسا جديدا من دروس اللغة العربية، والدرس بعنوان رد الجميل. بعد أيام دق جرس الباب وفوجئ الجميع، فقد قرر الطبيب مدحت العودة إلى قريته التي تربى بها ليعرف ما أصاب أهله، ويحاول أن يجد الحل المناسب بعد 10 سنوات من إقامته بالمملكة المتحدة. فهنا كما علمنا وقرأنا هذا الدرس، وعرفنا أن هناك طبيب مصري كان يعيش في المملكة المتحدة، وعندما سمع وعرف أن هناك مرض غامض أصاب أهل قريته، قرر العودة إلى وطنه وقريته لكي يعالج المرضى ويساعد في إيجاد علاج لهذا المرض الغامض. وكان هذا الطبيب اسمه الطبيب مدحت، وقد عاد إلى الوطن ليرد إلى الوطن بعض أفضاله، فقد أرسلته الدولة المصرية إلى بعثة علمية في مجال الطب، فأراد أن يعود ليرد بعض أفضال الوطن الكثيرة عليه. فكما قرأنا تلك الفكرة ونجد بعض الأسئلة عليها، فنريد معنى كلمة المناسب، فهل هي الغريب أم الملائم أم العجيب؟ أحسنتم، الإجابة الصحيحة كلمة الملائم. أما مضاد كلمة العودة هو الرحيل أم اللقاء أم التواصل؟ أحسنتم، هو كلمة الرحيل. جمع كلمة الطبيب، أحسنتم جميعا، الأطباء، فالأطباء جمع كلمة الطبيب. هناك سؤال آخر، ما الدليل على حب الطبيب مدحت لوطنه؟ ما هو الدليل الذي فهمته من الدرس يدل على أن الطبيب مدحت كان محبا لوطنه؟ أحسنتم، فكان الطبيب مدحت محبا لوطنه عندما قرر العودة إلى وطنه ليساهم في علاج المرضى وإيجاد حل أو علاج لهذا المرض الخطير، ولم يخش على نفسه من أن يصاب بهذا المرض الجلدي الخطير. فعودته هي دليل على حبه، فهو لم يتخاذل ولم يبتعد عن أهل قريته ولم يتخلى عنه. سؤال آخر، ما المشكلة التي تعرضت لها القرية؟ أحسنتم، المشكلة التي تعرضت لها القرية هو ظهور مرض جلدي غريب، فالمرض الجلدي الغريب الغامض الذي لم يعرفه أحد وكان مجهولا للناس ولم يوجد له علاج، إذن فالمرض الجلدي الغامض هو المشكلة. سؤال آخر، لماذا قرر الطبيب مدحت العودة إلى قريته؟ أحسنتم، فالإجابة أنه قرر العودة ليعالج المرضى. طب سؤال آخر يقول لك، ماذا تفعل إذا كنت مكان الطبيب مدحت؟ بمعنى أنك إذا كنت في مكانه وموقفه، وكانت قريتك أو وطنك يحتاج إليك، فهل ستتخاذل وتبتعد ولا تلبي نداء الوطن، أم ستعود إلى الوطن وتساهم في علاج المرضى؟ وطبيعي وواجب علينا أن نلبي نداء الوطن ونساهم في علاج المرضى. قطعة أخرى تقول، وهناك تعرف إلى عمر ابن أخيه البالغ من العمر 9 سنوات والذي لم يقابله من قبل، فقال عمر لعمه مدحت بقلق، لقد سمعت من الجميع عن نبوغك في الطب،
ولكن ألم تخش العودة وهذا المرض الغامض الذي يصيب الجلد يملأ القرية؟ أكمل ما يلي. معنى كلمة الغامض، فكلمة الغامض معناها أحسنتم المجهول. أما مضاد كلمة قلق فهو الاطمئنان والأمان. أما جمع المرض الأمراض، ومفرد سنوات سنة. ضع كلمة صواب أو كلمة خطأ أمام العبارات الآتية: قابل عمر عمه الطبيب مدحت وعمره 9 سنوات. صواب، فكان بالفعل عمره 9 سنوات. كان الطبيب مدحت معروف بالفشل في الطب. خطأ، هي عبارة خاطئة، لأن الطبيب مدحت كان معروف بالنبوغ والتفوق في مجال الطب. السؤال الثالث: خاف الطبيب مدحت من العودة لكي لا يصاب بالمرض. كلمة أو جملة خطأ، لأنه لم يخف ولم يخشى المرض وعاد ليساهم في علاج المرضى، إذن فهي عبارة خاطئة. عودة الطبيب مدحت إلى قريته دليل على حبه الوطن. أحسنتم، صحيح وصواب، فهو عاد لحبه الوطن. سؤال آخر يقول لك: بما تنصح العلماء والأطباء الذين يقيمون بعيدا عن وطنهم؟ فننصح جميع الأطباء والعلماء أن يعودوا إلى وطنهم لينفعوه ويساعدوا في تقدمه، وألا يبخلوا ولا يتخاذلوا عن تلبية نداء الوطن إذا احتاج إليهم. سؤال آخر: أذكر مثالا آخر لطبيب مصري عاد إلى وطنه وساعد أهله. نتذكر جميعا من هو الطبيب الذي أخذناه وعرفنا أنه عاد إلى وطنه وساهم في علاج ومساعدة أبناء الوطن. نتذكر، من يجيب؟ أحسنتم، فهو الطبيب الدكتور مجدي يعقوب. نعم، فأخذناه في أول درس في هذا المنهج وعرفنا أنه جراح القلوب وأنه عاد إلى مصر عام 2009 وأنشأ أول وأشهر مركز لعلاج أو لجراحات القلب بمدينة أسوان. إذن فهو نموذج مشرف وطني يعبر عن حبه وتلبية نداء وطنه. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.